هنا أيضا تم إسقاط العديد من الطائرات التركية المسيرة فوق محاور طرابلس، محاور العاصمة طرابلس، التي حاولت استهداف قواتنا المسلحة وأبطال القوات المسلحة المرابطون في الجبهات. الاشتباكات شهد محور بوسليم اشتباكات عنيفة يوم الأمس، وأيضا اليوم اشتباكات متقطعة في بعض المحاور واشتباكات عنيفة في محاور أخرى. محاولات جديدة يائسة وبائسة للحشد الميليشياوي مدعومين بمرتزقة وجنود سوريين حاولوا التقدم واختراق الصفوف الأمامية للقوات المسلحة، ولكن كل محاولاتهم باثت بالفشل. معنويات الحشد الميليشياوي بدأت تنهار. الوضع بصفة عامة هو ممتاز للغاية وهو لصالح القوات المسلحة. أيضا المنطقة الممتدة أيضا من صرمان وصبراتة والعجلات مرورا حتى قاعدة عقبة بالنافع أو ما تعرف بقاعدة الوطية، الوضع فيها يسير بشكل ممتاز. هي الأخرى منطقة الزاوية العسكرية أيضا على أهبة الاستعداد وترصد جميع التحركات المشبوهة للميليشيات المحسوبة عن مدينة الزاوية وغيرها. بصفة عامة الوضع ممتاز، هناك مفاجآت من العيار الثقيل كما ذكرت لكم، ستبدأ ربما الليلة ربما غدا ربما خلال ساعات، لا ندري حقيقة، ولكن القوات المسلحة هي بصدد الوصول إلى قلب العاصمة في أي يوم. في أي لحظة سينهار إحدى المحاور، وما زلت أكرر وأعيد هذه المعلومة المؤكدة، ربما محور المشروع ينهار في أي لحظة، أو محور عينزارة الذي يتواجد به المرتزقة السوريين. نعم، أشكرك منذر عبد الناصر مراسلنا من المنطقة.